ايوه الدكتوره كاميلي. ايوه. ها؟ يعني هي ابتدت تنفذ المهمه بتاعتها. انا كمان سايبهم لوحدهم. بعد عنهم خالص. وكمان حتى الغدا هسيبهم يتغدوا لوحدهم. وهروح المطار علشان استقبل الوفود اللي ابتدت تهل. ايه بقى رأي جنابك؟ بصراحة ربنا رغم ان انا ليا تحفظات على اللون وتناسبه معايا يعني، بس كرفت تجنن والربطة بتاعتك كمان تجنن.